يعتبر متحف الشارقة للحضارة الإسلامية معلماً هاماً من معالم إمارة الشارقة، يتألف من مجموعة من أروقة وقاعات زاخرة بالعلوم والمخترعات والإنجازات البارزة للعلماء المسلمين في معظم أرجاء المعمورة. يحكي المكان قصة تعكس عمق التاريخ الإسلامي، فيأخذ الزائر الدهشة إذ تمكنه محتوياته النفيسة الاقتراب أكثر من تفاصيل مهمة من التاريخ الإسلامي والعلوم والاكتشافات والثقافة الإسلامية.